صدر اسم يعقوب بوشهري قائمة الأكثر تداول عبر جوجل في المملكة العربية السعودية. تعالوا نتعرف على التفاصيل. أكد المدون فهد الزهران الشهير بأبو شهد بطريقة غير مباشرة الأخبار المتداولة حول انفصال فاطمة الأنصاري عن يعقوب بوشهري، وذلك في تدوينة وهاجم فيها الأخير بدون أن يذكر اسمه بطريقة مباشرة. وحسب المتداول تم انفصال النجمين فاطمة الأنصاري عن يعقوب بوشهري بعد عودتهم من شهر العسل بسبب خلاف وقع بينهم إثر ممانعة يعقوب ظهور فاطمة في السوشيال ميديا ورفض مناداتها بتوتة من قبل شقيقاتها وأفراد عائلتها، وهو اللي استفز خواتها اللي حرصن على دعمها نفسياً. وبعد ظهور فاطمة عبر سناب شات برفقة إحدى شقيقاتها، هاتف البلوجر الكويتي زوجته حكالها أنتي لا تصلحين لي زوجة. وأشارت بعض التسريبات إنه تدهور الحالة الصحية للمدونة السعودية أتت على هامش انتظارها مصالحة زوجها لإلها، إلا إنها تفاجأت برد فعل مفاجئ حيث انتشرت مقاطع فيديو توثق وجود يعقوب مع عدة فتيات في قطر اللي أدى لتدهور حالتها وإجهاض جنينها الأول. وأكدت بعض الصفحات المعنية بأخبار المشاهير إنه فاطمة الأنصاري رفعت قضية خلع ضد يعقوب بوشهري بهدف الانفصال عنه رسمياً، وذلك بدعم ومساندة أفراد عائلتها وشقيقاتها المدونات الشهيرات منال ومريم وأمل الأنصاري. وبوشهري بدأ حياته الفنية في عام 2004 حيث شارك في دور صغير في مسلسل دنيا القوي، وبعدها شارك في مسرحية للأطفال حملت اسم الأكاديمية، وشارك في فيديو كليب للمغني عبدالله الرواشد مع الفنان جاسم النبهان، بينما كانت بدايته الفعلية في عام 2005 بمسلسل اللقيطة وهو شقيق الممثل محمود بوشهري.